طيب، درس اليوم وأنواع السياحة في مصر. خدنا قبل كده من أهمية السياحة، وخدنا إيه السياحة بتعمل إيه، أو ليه السياح بيجوا لي بلدي. هناخد النهاردة بقى إيه أنواع السياحة اللي بتشد السائحين أو بتجذبهم لمصر. تمام، عندي أنواع سياحة كتير جدا، يعني مش بس اللي هقولهم النهاردة. أنا هنذكر أنواع السياحة في مصر، يعني مثلا دينية، ترفيهية، أثرية، علاجية، ثقافية. تمام، بس أنا علشان يعني أدرسهم أنا برتبهم حسب التصنيف. يعني أنا عندي السياحة الرئيسية الثقافية، بعدين ترفيهية، بعدين رياضية، بعدين طبية. هنبدأ بقى نشوف الثقافية بيجوا يتثقفوا عندي في إيه. أول حاجة التاريخية، بعدين مؤتمرات، بعدين مهرجانات. الترفيهية اللي هي الفسح، يعني شواطئ، سفاري، السياحة البيئية والنيلية. وبعدين في نوعين تانيين، رياضية وطبية، نتكلم عنهم دلوقتي. تمام، المهم السياحة الثقافية دي بتهدف إن أنا آجي أكتسب الثقافة والمعرفة. السياحة أول حاجة السياحة التاريخية، لما يجي سائح عندي بيزور الأهرامات أو أي متاحف أو معابد من اللي إحنا شايفينها في الصور دي، فهو كده بيتثقف، بيعرف تاريخ بلدي. تمام، عشان كده بنقول السياحة التاريخية سياحة قائمة على زيارة الآثار، حاجات تاريخية ومتاحف. وإحنا خدنا الدروس الأولانية إن إحنا عندنا تنوع في الآثار التاريخية، الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية، صح كده؟ عايزين متابعة شوية يا شباب، يعني نتكلم بصراحة. صح. طبعا أهرامات الجيزة أكتر نسبة جيها في العالم، طبعا حسبوا نسبة كده في 2007 إن جالها 3 ملايين. شوف عندي المنظر الفرعوني، حاجات فرعونية، كل ده بتجذب السائحين ليه. تمام، تاني حاجة بقى عندي اللي هي سياحة المؤتمرات، من أنواع السياحة الثقافية سياحة المؤتمرات. إيه سياحة المؤتمرات دي؟ أنا مثلا كدكتور جاي أحضر مؤتمر في مصر، يعني أنا دكتور مثلا ألماني أو فرنساوي جاي أحضر مؤتمر في مصر، أنا كده سبت مكان إقامتي وجيت مصر، يبقى كده سائح. فأنا هحضر مؤتمر معايا دكاترة زيي، بنتكلم عن حاجة مثلا في العلاج، حاجة في الطب، أو مش شرط دكتور، ممكن مدرس، معلم، يروح يناقش معلمين، يسافر في مكان تاني، بنقول عليها سياحة مؤتمرات. تبقى عاملة زي المحاضرات بتاعة الجامعة كده، واحد بيقف ويتكلم واللي بعده يقف ويتكلم وشوية، يعني بيتبدلوا على بعض. فبلاقي المؤتمرات دي أنواع، في مؤتمرات طبية ناقش الطب، سكانية، في صحفية، صحفيين مع بعض، وسياحية. المؤتمرات دي بتهدف لإكساب برضو الثقافة، بنثقف بعض، بنقول عليها سياحة مؤتمرات. عندي ثالث نوع من السياحة، طبعا ده مركز دولي للمؤتمرات عندنا بيجي يتجمعوا فيه، بقول لك زي نظام المحاضرات كده. تمام، تمام. عندي سؤال هنا بيجي يقول لك مصر ليه ناجحة في استضافة المؤتمرات؟ الناس دي اللي بتجيلي، الناس دي اللي بتجيلي تعمل مؤتمرات عندنا، لأن مصر ناجحة إنها تستضيف المؤتمرات دي، ناجحة إنها تضيف الناس دي عندها. كل الدول بتشهد لنا بكده، بتشهد لنا إن إحنا ناجحين في استضافة المؤتمرات من النوع ده، إحنا ناجحين في السياحة في المؤتمرات. تمام، عندي بقى حاجة اسمها سياحة المهرجانات. إيه سياحة المهرجانات دي؟ عارفين مهرجان السينما اللي بيحضروا ممثلين؟ أي ده بنقول عليه مؤتمرات، بيناقشوا فيه فيلم معين، مسرحية معينة، فبنقول كده ثقافة. تمام، وفي نفس الوقت سياحة، لأن في ممثلين يعني من سوريا ولبنان، وفي ممكن أجانب. مصر بتستضيف وزي ما عرف كمان القاهرة دولي للكتاب، بيجي ناس من أنحاء العالم برضو تزورني. أنا مجرد ما هسيب مكان إقامتي وهاجي بلد تانية فده يعتبر سياحة، فهعمل سياحة المرات سياحة مهرجانات.
عندي مهرجانات ذات طابع ديني، لو تلاقي كده في ليلة القدر بيبتدي يفتح التلفزيون كده تلاقي الشيوخ متجمعين وكل واحد بيقرأ حلقة من القرآن، ده اسمه مهرجان. أو في مهرجانات فنية اللي أنا لسه قايل عليها بتاعت الممثلين وممثلين المسرح المغنيين، ده كلنا بنعمل مهرجانات حفلات يعني. عندي كمان معارض، معرض ده معرض القاهرة الدولي للكتاب، دي الكتب بتاع الكتب المهمة في العالم بيجي مصر وتبقى مهرجان، بتبقى يعني سياحة. فأنا كل سياحة من دولت لما يجيلي عليها السؤال أقول لك إيه؟ تهدف سياحة لزيارة المهرجانات ذات الطابع الديني، أعرف أقول إنها سياحة المهرجانات. تهدف سياحة لزيارة مؤتمرات طبية، يبقى سياحة مؤتمرات، هي اللي بتجاوب نفسها. تمام؟ عندي مهرجانات كمان زي مهرجان بورسعيد لصيد الأسماك، أجانب أهم جايين عندي بيصطادوا أسماك، بس إيه مجموعة صيادين بقى، صيادين زي ما يكون كده بيعملوا مسابقة ما بينهم، اللي يطلع أكبر سمكة، اللي يطلع أكثر عدد من السمك، ده كله اسمه مهرجان لصيد الأسماك. تمام؟ دي أول نوع من السياحة اللي هي السياحة الثقافية، 3 أنواع فيها، تاريخية وعندي مهرجانات ومعارض وعندي مؤتمرات. تاني سياحة عندي هي السياحة الترفيهية، ترفيهية أنا بروح أتفسح، مناظر خلابة، أشم هوا، ماما تعالي فسحيني في أجازة الصيف، أو يا بابا نروح نصيف، أو فسح يعني ملاهي، بنقول عليها سياحة ترفيهية. أنا بقى عشان بقسمها لمجموعة أنواع، سياحة شواطئ، سفاري، بيئية، نيلية، دي كلها ترفيهية. هنمسك حاجة حاجة، ساحة الشواطئ، احنا عندنا بحرين، ايه هما؟ ألو؟ أيام صحيح مع حضرتك. أيوة بقول لك عندنا بحرين، ايه هما؟ البحر الأحمر والمتوسط تمام. أنا ساعات مش بروح مش أنا صراحة ساعات بروح أصيف في البحر الأحمر، ساعات أصيف في البحر المتوسط. أيوة تمام، انت مثلا رحتي صيفتي فين يا رولين؟ البحر الأحمر يعني انا اقصد مدينة ايه اللي رحت لها؟ شرم الشيخ. شرم الشيخ دي على البحر الاحمر، ممتازة. وانت يا محمد ولا يا محمود؟ يا كنت بتقولي ايه؟ اولا اسمع حضرتك، ثانيا المفروض تسمع ماشي. المحاضرة. بقول لك رحت صيفت فين؟ على البحر المتوسط في مدينة الإسكندرية. تمام، احنا المرة دي بقى هناخد مدن كتير على البحرين. يعني انا دلوقتي لما يجي لك السؤال، طبعا ده منظر من البحر من جوه، اللي هي السياحة الترفيهية الغوص، هيجي لي خريطة زي كده. طبعا في الامتحان مش هيجي لي خريطة، بس لازم انت تعرف عندي مدن بتقع على البحر المتوسط وعندي مدن بتقع على البحر الأحمر. البحر الأحمر هاخد فيهم الغردقة، أما البحر المتوسط هاخد فيهم من أولها كده العريش، بورسعيد، اسكندرية، مرسى مطروح. هيجيلي سؤال في الامتحان، تقع الغردقة على البحر نقط، الأحمر فلازم أكون حافظ الحاجات دي. تمام. تمام. تاني سياحة عندي هي سياحة السفاري، السفاري اللي احنا كنا قايلين جزء منها في الدرس الأولاني، اللي هي المناطق اللي هي الصحراوية والجبلية اللي هي المناظر دي. تمام. العديد من السياح بيحبوا اللي هي سياحة السفاري، يتجولوا كده في الصحاري، استمتعوا بالمناظر الصحراوية والجبلية، استمتعوا بالحياة الطبيعية اللي من حواليهم. في بعض الطيور والحيوانات في قلب الصحراء بيحبوا إن هم يستمتعوا بمراقبتهم. تمام. تغيير في الفسح ده، على فكرة السياحة دي جميلة جدا، يعني لو حد يجربها يعني. طب لو أنا اتجولت في الصحاري هروح فين؟ ممكن الواحات زي كده. طبعا بص السياحة يعني بيركنوا، ممكن يحطوا خيم اللي هي مثلا نظام اللي هي الفحم، اللي هي الحياة البسيطة دي. تمام. دي اسمها سياحة سفاري. بتاعت السفاري ده نوع من أنواع المغامرات اللي بتتم في الصحراء،
والمناطق الجبلية، حيث البساطة والمغامرة. هي بيطلع بص يعني فسح عادية. تمام، عندي دي بعض المناطق الموجود فيها سياحة السفاري، وفي نفس الوقت موجود فيها سياحة حاجة اسمها المحميات الطبيعية. المحمية الطبيعية عندي يعني ايه؟ انا بروح ازور مكان زي كده، ثانية واحدة، ومكان زي كده شلالات. المناطق دي بتكون موجودة فين؟ جميع أنحاء مصر. تمام، المناظر دي مناظر خلابة، بس المناظر دي مش كتير بتلاقيها في مصر، بنقول عليها حاجات نادرة. بعمل زيارة محميات طبيعية. يعني ايه محميات طبيعية؟ بص المحمية عاملة ازاي، حاجات انا ما بشوفهاش في مناطق كتير. كلمة محمية طبيعية دي مساحة محدودة من الأرض أو مية، دي بتتميز بكائنات حية زي طيور، حيوانات، نباتات، بس نادرين جدا. فأنا عشان أحافظ عليهم، لها قيمة ثقافية وعلمية، أحافظ عليها إنها تنقرض، بحطها في مكان بقول عليه محمية. زي كده محمية سالوجة بأسوان، محمية وادي الحيتان. بص المناظر اللي هي بعض متبقي كده من محمية وادي الحيتان والريان، محمية زي كده، حاجات نادرة في مصر عندنا. عندي محمية الصحراء البيضاء، مهمة جدا، صخرة تم نحتها عن طريق الهواء أو الرياح، ده منظر جمالي. محافظة الوادي الجديد اسمها محمية الصحراء البيضاء. تمام، تمام طيب عندي نوع من السياحة كمان اسمه السياحة النيلية. أكيد يعني نيلية يبقى أركب مراكب في النيل. تمام، مراكب في النيل من على محافظات النيل بقى، من القاهرة وانزل بقى، انزل عند وادي النيل اللي تحت كده لحد ما اوصل للأقصر وأسوان. تمام، تمام دي السياحة الترفيهية عندي. عندي بقى نوع جديد اسمه السياحة الرياضية. قلت طبعا محمود تلاقي أهلاوي ولا زملكاوي، تلاقي بيشجع ماتشات، مثلا تلاقي مثلا الأهلي بيلاعب الترجي التونسي، تلاقي توانسة عندي. لاعب مثلا فريق افريقيا، الاقي في افريقيين عندي. فالناس دي سابت بلدها وجت عندي، فدي السياحه. طب هم جايين يعملوا ايه؟ يتفرجوا على ماتش كوره مثلا، اسمها سياحه رياضيه. مش شرط ماتش كوره، انا عندي رياضات كتير، عندي سياحه الغوص والرياضه المائيه، صحاب البحر الاحمر. تمام، طبعا دي استضافه البطولات الدوليه زي بطوله كاس العالم، بطوله مثلا افريقيا حصلت في 2009، وبطوله افريقيا بتاع ده كأس العالم للشباب وبطولة أفريقيا 2006. تمام، اللي مصر كانت بتفوز فيها يعني. ده استاد القاهرة عندي، أهو دي سياحة رياضية، والجماهير اللي جاية دي بتبقى أغلبيتها أجانب، بنقول عليهم سياح. عندي بقى السياحة الطبية، دي خدتها جزء منها، اللي هي الموارد الطبيعية زي العين الكبريتية والرمان الساخنة عندي في الوادي الجديد. دي من أنواع حاجات استشفائية زي أمراض العظام والأمراض الجلدية. تمام، دي عندي برضه، بيسيبوا بلدهم يجوا عندي بس حاجين يعملوا ايه، سياحة علاجية او طبية. وعندي عيون موسى برضه، ومحمية رأس، ما ذكرتش انا محمية رأس محمد اللي هي في جنوب سيناء. تمام، دي عيون موسى اهي، دي سياحة استشفائية. تمام، الدرس هيجي لك كالآتي، هقول لك التاريخية دي انواع من سياحة ايه، ثقافية، شواطئ، ترفيهية. المحميات الطبيعية بنزور ايه؟ المحميات الطبيعية دي بتعتبر سياحة ايه؟ سياحة بيئية. مثلا مركب في النيل، سياحة نيلية. زيارة مهرجانات، سياحة مهرجانات. طول ما مؤتمرات، سياحة مؤتمرات. هي بتبقى مجاوبة نفسها. زيارة مثلا مدينة الغردقة، دي سياحة ايه؟ ترفيهية ترفيهية، بنقول عليها سياحة شواطئ. تمام، تمام الدرس سهل جدا يا شباب، في أي مشكلة فيه؟ لا شكرا. طبعا شكرا لحضوركم.